أذهب نشوة الخمر وجعلني أضل طريقي. أنت عابر السبيل، في أي درب نحن الآن؟ الدروب آمنة فلا تخف. هذا أنت؟ هذه لهفة مشتاق أم متعجب يا ابن بورت؟ مثلك لا تشتاقه أمه. حتى الشتيمة تجري حلوة على لسانك. أراك في دعة وأمن يا ابن زادة. ذهب خوفك بذهاب هذا الهاشمي؟ ألا تظن أن غيره يعرفك ويعلم خبرك وما جرى في أيام سليمان بن علي؟ ذهب الأمس بما فيه، وهذا الأمير منشغل بنفسه ولهوه ومجلسه، وحوله من صحبنا من نثق بهم، وأريدك يا ابن برد أن تلازم مجلسه وتنشده المديح. أنا لا أضع الدرع في أعناق المعيز يا هذا. ضاعت أبياتي التي قلتها في مدحه، لم يلتفت إليها لجهله بالشعر وتبلد حاسته. تبلد حاسته. أنفقت آخر دينار من تلك الدنانير التي وهبها لي، حتى دنانيره لا تستقر بكيس. قل فيه ما يحبه. أنا لا أقول إلا ما أحب يا هذا. ألا تراني كيف كنت أطيل في مدح ابن هبيرة؟ هل كان ابن هبيرة في حاجة إلى قولي؟ إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلق الذي لا تعاتبه، فعش واحدا أو صل أخاك فإنه مقارف ذنب مرة ومجانبه. إذا أنت لم تشرب مرارا على القضاء ظمئت، وأي الناس تصفو مشاربه. هذا ما فاض به خاطري وأردت قوله، فوجدت في ابن هبيرة ومدحه سببا، فجعلت من مدحه سلما إلى قول ما أردت قوله. قل في هذا الأمير ما شئت، لا تطل مدحه، المهم أن تكون مع حماد والمغنين وغيرهم حوله. ضعف هذا الأمير قوة لنا. ما أكثر ما تثرثر وتهذي يا ابن زادة. ألم تعظك نكبة الأمس حين قلبوا على رأسكم بيت النار وقتلوا منكم ما وصلت إليه سيوفهم؟ أنت منا يا ابن برد، شئت أم أبيت، آل العباس يرون فيك مولا أعجميا يدين بالرجعة ويصوب رأي إبليس. كفى كفى، فقد زدت وجع رأسي وجعا يا هذا. كفى. أنا أقيل عثرتك ولن تجد من يأخذ بيدك إذا عثرت. عظ نفسك يا خياط درب الأبلة. ليتني أخيط لك ثوبا على هواي يا حفيد يرجخ. الحمد لله الذي مد في عمري وجعلني أرى طلاب الأمس أساتيد وعلماء ينشرون دينهم وسنة نبيهم. سأسمع من كل واحد منكم بعض الآيات
ومن أشكل عليه أحدكم في النحو يذهب إلى يونس بن حبيب، فهو مرجع أئمة المسجد في النحو، ومن أراد اللغة يذهب إلى شعبة بن الحجاج، أحسن من يناظر في اللغة، ومن أراد الاستشهاد والرواية فعليه بحلقة خلف الأحمر. هؤلاء كانوا مثلكم، انتفعوا بعلمي، وهم عون لي اليوم، فأنا لا أستطيع أن أدرس لكم كل علم. خذوا عني قراءة القرآن وحسن تلاوته، واستعينوا بمن ذكرت في باقي المسائل. ولدي، لا تفزع قلبي في فراقك ثانية يا عبد الملك، يا قرة عيني وحبة قلبي. كفى يا زينب كفى، دع الحديث ولنسترح. دع يا عم، دعها تطفئ شوقها من ابنها. هذا ذؤيب ابن أخوالك الأسديين. مرحبا بابن الخال، سأنزله من بيتي وقلبي منزلك يا عبد الملك. ما عدا أحدكم يطير الجلوس بعد الصلاة، ولا أحد يسأل عن أمور دينه، شغلتكم الدنيا. إني أسمع أيها الرجل، فقل ما تريد قوله. شبت بعدي وانحنى عودك يا أبا الوليد، ما أسرع ما غيرتك الأيام. أحس بك قلبي وأنكرك بصري، فمن أنت يا هذا؟ من؟ عبد الملك؟ عبد الملك ولدي؟ الآن أدركت أن حسي صادق وإن أنكرني بصري. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. على أي حال وله الشكر والحمد، لأنه من علي بلقائك مرة ثانية يا سيدي ومعلمي. فارقتني في أول شبابك، وأنت الآن في اكتمال وشدة الرجولة. ما شاء الله، ما شاء الله. لحية وعود قويم قوي وعقل أرجح وأكبر إن شاء الله. وكيف لا، وأنت من بذر أول بذرة خير في عقلي يا سيدي. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. اجلس، اجلس يا ولدي، اجلس، اجلس يا ولدي، وحدثني حتى يصيح الديك. فأنت من طابت له الإقامة وأغراه ربح التجارة، فأخذت تتنقل بولدي من قرية إلى بادية كل هذه السنين. لقد عدنا الآن يا زينب، والأجدر بك الفرح والغبطة. لا، ما أنت فيه الآن. ما قاسيته في بعدكم لا تعدله غبطة ولا يذهب به سرور. لقد كنت معنا في موسم الحج. كأنك تمن علي أن زرتكم زيارة المتعجل المنشغل بالحج ومناسكه. لقد كبر ابني بعيدا عن بيته، صار رجلا في الغربة، وهذا يخيفني يا عاصم. سبحان الله، سبحان الله، لم أسمع مثل هذا. أم يعود ابنها رجلا مكتمل الرجولة فيصيبها هم وحزن. سيرحل ثانية، سيهون عليه الفراق وتسهل عليه الغربة. لا أدري متى أصحو لأجده قد رحل، رحل دون أسى وأسف على شيء. يا زينب، يا أم عبد الملك، لا تثقلي صدرك بهم تصنعه مخاوفك. ابنك عاد سالما غانما، ف
فاحمدي الله وقري عينا ودعي ما بالغيب لصاحب الغيب والشهادة. لقد تأخرنا على ضيفنا وهو في مكانه الجديد. سله إن كانت الحجرة التي أنزلناه فيها تناسبه. إنها في طرف البيت وفيها باب يفضي إلى الدرب، تفعل للحرج، فكيف لا تناسبه؟ كن معه ولا تفارق حتى يعود عبد الملك. صارت البصرة بصرة الموالي، وهذا الأمير منشغل بالغناء واللهو. وحال العلم والعلماء؟ إنهم يكابدون سوء ولاية هذا الأمير وتطاول الأعاجم وفخرهم بأمجاد آل ساسان، وكثير من الناس جرفه تيار الترف، فما عاد أحد منهم يبالي بتعليم ابن، وحتى من تظنه ينتفع بعلمه يخيب ظنك برغبته بالرحيل إلى مدينة المنصور لينال بعلمه الجوائز. وهل سيصبح العلم وسيلة استجداء؟ أيعقل هذا؟ لا يخيفني أن يسعى صاحب العلم والأدب للانتفاع والاكتساب بعلمه، إنما يخيفني أن ينحدر العالم والأديب إلى هوى أصحاب الأمر فيرضيهم بما يريدون ويرغبون. يبدو أنك عانيت الكثير من هذا الأمر مما جعلك في هذا القلق. هل رحل الكثيرون إلى مدينة السلام؟ من الكوفة خاصة وبعض علماء البصرة. أيجزي المنصور أصحاب العلم والأدب خيرا؟ إنه يحب المديح. كذلك كان الخلفاء، لكنهم كانوا متأدبين، لهم غيرة على لغة القرآن. والمنصور عربي هاشمي أيضا، لكنه محاط بالعاجم. ظننه قد أبعدهم عندما نكل بكبيرهم أبي مسلم الخراساني. الملك يخيب الظنون يا ولدي. لا عليك يا سيدي، فإنما تخاف عليه وتغار محفوظ بإذن الله وبأمره. العربية لا تضيع القرآن، والقرآن يحفظها، والقرآن محفوظ بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. صدق الله العظيم. الحمد لله على هذه النعمة، لكنني يا ولدي لكنني أحزن لقرب أجلي. لا خوف من الموت ولا حبا بالحياة، بل لأني أريد أن أعلم الصبيان ما استطعت. أريد كثرة المتعلمين المتأدبين بأدب العربية الخالصة. الموالي يسفهون ويعيبون، وهذا له أثر أخافه. لا عليك يا سيدي، فمسجد البصرة هذا مبارك بإذن الله، لا ينقطع عنه المعلمون والمتعلمون إن شاء الله. تعالي يا زهير، سيريك النهار البصرة كما تريد، ما عليك سوى أن تفعل هذا. تمضي من هنا إلى الدرب، فالسوق فالأبلة. وكيف سأمضي وحدي؟ سيرافقك عبد الملك، وأنا سأذهب معك، وهكذا تعتاد البصرة وأهلها. وعملي يا عم؟ أصحاب الإبل بحاجة إلى خبرتك، ستشتغل شغلا كبيرا كثيرا يا ذؤيب، فلا تتعجل. عليك الآن أن تنام لتريح بدنك. وهل سيمضي عبد الملك ليله في المسجد؟ لا أظن أبا الوليد يتركه حتى يسمع منه كل خبره في سفره وغربته.
سيكون لي حديث عن غربتي وسفري إذا عدت إلى حي بني أسد. وشرقاني هو بيتي من شراب بيجس، فسقاني قرب بيتي من شراب بيجس، فسقاني قرب بيتي من شراب بيجس. أما هذا قد هلكت، أما هذا قد هلكت. أن الخمار صادق في دعواه، هذا شرابه ليس كغيره، شراب الجن. هذا أنت يا هرمز؟ هل عدت ثانية يا منشدا شعرا ثقيلا قائلا؟ يكاد قولك أن يكون شعرا يا أبا معاذ. أعرفك ولا أعرفك يا هذا؟ شراب الجن خلط الأمر علي. حدثني يا رجل، حدثني، أريد أن أسمع منك لأعرف من أنت. تريد أن تعرف بنفسك من أنا؟ بل أريد أن أستوثق من حسي بالظن الصادق يا هذا. هنا في هذا المكان أنشدتني هذه الأبيات. يا ليلتي تزداد نكرة في حب من أحببت بكرة، حوراء إن نظرت إليك سقتك بالعينين خمرا. هنا منذ زمن بعيد، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ الأصمعي، الأصمعي الصغير عبد الملك ابن قريب صار أصمعيا كبيرا. هل صدق حسي؟ قل نعم، قل نعم، قل نعم، لا تفزعني، قل نعم، لا تدعني أتهم شراب الجن باضطراب حسي وتخميني، قل نعم. نعم نعم يا أبا معاذ. لا ينفعني قولك يا هذا، قد مضى عمري وتقضى زمني. لكن السنون لم تغيرك كثيرا يا أبا معاذ. ويلي عليه وويلتي مما قضى. كان المحبة وكنت إلفا انقضى، قد ذقت إلفته وذقت فراقه، ووجدت ذا غسلا هذا جمر الغضا. يا أبا معاذ، أتبكي لذهاب شبابك وعمرك، ولا تبكي على ما أنت مقبل عليه يا ابن برد. لا تسمعني كلام الأعراب يا هذا، أف لك ولهم. فما أصلك إلا الإلحاد يا ابن برد؟
يا سيد شعراء عصره. أغيثيني يا ابنة عوف، أغيثيني، لا تتركيني، سيجذبني، سيذهب مني، سيذهب عني، عني يا هذا. هذا الذي عانيت يا أخي. كأنك تقرأ في كراس. أنا لا أقرأ ولا أكتب، لكني لم أسمع من يذكر الدلوة إلا وقال قائل بالتأنيث لها أسلم وأفصح. من هذا الذي يقول أمعلم الصبيان أم معلم القيان؟ وهل للقيان معلم عندكم يا هذا؟ وكيف تتقن القينة الغناء وتحفظ الأصوات بلا معلم؟ سبحان الله، ولما كل هذا العجب؟ ألم تسمع بخبر هتوفة الشامية وكيف ألبست معلمها رداء فيه 100 درة فريدة؟ هذه أول عجائب البصرة في أول صباح يستقبلني فيها. لقد علمت أنك غريب، وغريب ما سمعت، أليس كذلك يا ما اسمك؟ دؤيب، دؤيب يا أخي. لماذا دؤيب؟ ولماذا أخي؟ دؤيب مصغر ذئب، أليس كذلك؟ عندما ولدتني أمي عويت عواء ضعيفا، فقال أبي عواء ذؤيب، فلحقني جسمه وبقي معي. كبرت وصار لك عواء ذئب، فلم لم يصبح اسمك ذئبا؟ الأسماء لا تكبر بكبر السن. يا اسمي راجية. راجية. وما رجاؤك؟ ما ترجوه كل فتاة مثلي. وإذا من الله عليك بما ترجين، فهل سيبقى اسمك راجية؟ سأنال بسببك التوبيخ والعقوبة. أنسيتني عملي. أسرع. زاحتني بلا حياء وهي لا تعرفني. عجبا والله من بنات الحواضر. أسرع يا عبد الملك، أسرع يا ولدي، لما تأخرتم؟ لقد مررنا بالسوق وانشغل ذؤيب بالتفرج. عجب ما رأيت والله، إنها ليست كأسواقنا يا عم. سيزول عجبك يا ذؤيب عندما تتعود العيش بيننا. إنه مربد الإبل كما سمعنا به. الأعراب تقول البصرة تجاور المربد. هي أنت أيها الرجل، لا تجاذب بعيرا غريبا عنك، دع حبله حتى يسكن غضبه. وكيف عرفت أنه غريب؟ حتى الصبي يعرف نفور الإبل من الغريب. يبدو أنك ستكون خبير وحكيم المربد يا ذؤيب،
هناك الكثير والكثير ينتظرنا. خير له أن يعمل وينشغل. يا أبتي، أنا ذاهب إلى أبي الوليد. المفضل الضبي وحماد الراوي ينحلان الشعر، ويصنف الضبي كتابا باسمه وما أكبره من اسم، المفضليات. نحن نقول في خلق القرآن، والجميع يقول ذلك. كيف سنعرف الصحيح من المنحول إذا كان خلف الأحمر والمفضل الضبي يصنعان الشعر والرواية ليرفعا من صنعة أسلافهما؟ أرأيت كيف يتطاول هؤلاء علينا؟ ما إن وصل إلينا هذا الكتاب من الكوفة إلا وتناقلته أيديهم ليسفهوا كل قول فيه. أي كتاب تعني؟ المفضليات للمفضل الضبي. لقد أخبرني سفيان بن عيينة بخبره. أين أجد هذا الكتاب؟ كما ترى، حصل عليه أبو عبيدة وراح يطعن فيه. هل لي أن أستعير كتاب المفضل الضبي ليومين يا أبا عبيدة؟ أهاك تكلمني كلام الواثق من معرفتي؟ وأنت أنكرتني، ولا ألومك لأني فارقت المسجد منذ سنين. هذا عبد الملك ابن قريب الباهلي، كان في بادية بني أسد ونجد. عاد بدويا جافيا. وهل ليس للبداوة عندكم غير هذه النعوت؟ إنما عاب الرجل الجفوة فيهم. انظر ما اختاره الضبي وسماه العيون من الشعر. إنه أعلم مني ومنك بالعيون يا أبا عبيدة، وإذا كنت كصاحبك تعيب الشعر لبداوته فإنكما تعيبان كتاب الله سبحانه وتعالى من حيث لا تدريان، لأن القرآن نزل بلغة عربية سليمة حفظتها البداوة وضيعتها الحواضر لغلبة العجمة والموالي. الموالي حسنوا حياة الناس وأنقوها يا هذا. ما يأخذ من الموالي ما ذكرت ويضيع ما أمره به الله فقد أضاع ولم يكسب يا هذا. ما في هذا الكتاب لا يستحق منك هذه المهاترة يا عبد الملك. إنه جامع لبعض الشعر والأحاديث والقصص. نحن أعلم بما فيه وعندنا من علوم أهل العقل وزيادة. وما هي علوم أهل العقل هذه؟ منطق جدلي يقود إلى الإلحاد ويسفه لغة القرآن وعلومه يا ولدي. وكيف تدخل مثل هؤلاء المسجد يا سيدي؟ وكيف أمنعهم من ذلك؟ وهذا بيت الله لا بيت أحد. إنهم هنا للجدل والثرثرة. وهناك من يرد عليهم، هناك من يعلم الفقه والعربية أيضا. أريدك أن تذهب إلى بيت عمك يا عبد الملك، لا تتركني في حيرتي. ما الجديد يا أمي؟ ما الذي حدث اليوم؟ عسى أن يأتي أحد بخبر عن قافلة الشام التي ذهب إليها عمك وأخوك عبد الله. لو جاء خبر مثل هذا فإن أهل عمي سيبادرون بالمجيء إلينا. هذا يعني أنك لا تريد أن تذهب. ذهبت بالأمس وقبل يومين، ولا أريد أن أزيد على أهل عمي قلقهم وشوقهم. لا أدري كيف أغراني عمك،
وأرسلت معه عبد الله. كيف نسيت أنه صغير ساذج؟ عبد الله في 18 من عمره، ومن الخير له أن يبدأ العمل في أول شبابه. أكتب علي أن أعيش منتظرة مفارقة؟ وقد لكم كبدي حتى أرونكم تهوون ألا أريد العيش. لم أردي ما هبت الريح من تلقاء أرضكم إلا وجدت لها بردا على كبدي. يرق قلبي، يرق قلبي، وتزدادين لي غلظا. ما ذاك فيما أرجي منك بالسدد. أصبح بيت النار يزار جهرة وبلا رقيب. من هو أثقل منك ولا أكذب يا ابن برد، بدليل يعرفه الجميع. لو غيرك قالها لهفت إليه النفوس واستدارت نحوه الرؤوس، لكنك أجرد ومن الصدق أجرد. انظروا يا قوم، انظروا إلى هذه الهامة وهذا الجذع الذي يشبه جذع الجاموس، ومع ذلك يقول بشار عن نفسه وجسمه إن في بردي جسما ناحلا لو توكأت عليه لانهدم. لو هبت الريح التي أهلكت عادا وثمود ما هزت جسمك هذا. يا نصف الشاعر، يا شعير، بل يا شعرور، ألا تدري أن أعذب الشعر أكذبه؟ وقد قالت العرب: لا تفسد مجلسنا بأقوال هؤلاء. أنت تعيش بأقوالهم وكلامهم يا كاتب الأمير؟ إنما هي الأهواء والقلوب يا ابن برد. تبقى الأهواء في القلوب يا حماد. إنك مع قربك من هذا الأمير ألا تستطيع، لا تستطيع أن تعلن ما تضمر؟ لا حاجة بنا إلى الإعلان والمجاهرة ما دامت الأمور تجري كما تدري. كيف أحسب هذا؟ هذا دينار ذهب؟ هذه دراهم؟ هذه صاف دنانير. ما زلت صاحيا يا ذؤيب؟ ادنو إلي يا عبد الملك، أريد أن أسألك. وأنا أريد أن أحادثك.
لقد تركتك يومي كله. تركتني ولم يتركني أهل المربد وأصحاب الإب. لقد منحوني مالا حتى على نصحي وتوجيه. كل شيء له ثمن في الحواضر يا ذؤيب. ماذا سأفعل بهذا المال يا عبد الملك؟ تشتري به جمالا ومتاعا وتعود إلى أهلك سالما غانما إن شاء الله. أظنهم في فكر وشغل كما هو قلبي الآن. سيهون ألم الفراق إذا داومت على عملك وجمعك للمال. لم أحسب للمال حسابا يا عبد الملك. أنت في البصرة، أنت في الحاضرة يا ذؤيب، ويجب أن تحسب للمال حسابا. أنت بيننا نكفيك عيشك، لكنك إذا عدت إلى أهلك في بني أسد بلا مال عدت خائبا حائرا فقيرا كما كنت. ضاع سهيل مني يا عبد الملك. ألم أقل لك إن النجوم تختلف في الحاضرة عما هي في باديتكم؟ لا أظن سهيلا يبرح حي بني أسد. أراك في هم يا عبد الملك، ألم يسعدك الرجوع إلى البصرة؟ لم يسعدني ما يجري في البصرة يا ذؤيب. الموالي والأعاجم وأصحاب الأحقاد ينعقون في كل مكان بلا خوف، حتى أصحاب الجدل والإلحاد يأمون المسجد لغاية في نفوسهم، وهذا الأمير في شغل شاغل إلا عما يطربه ويفرحه، وقد أحاط به الأعاجم والموالي وأصحاب الأحقاد على كل ما هو عربي. أشكه إلى أمير المؤمنين. أمير المؤمنين، أمير المؤمنين عمه يا ذؤيب. للغناء لا للدلاء ونسح الماء. أسمعنا كيف حفظت أغاني مسعد النفوس من أول سماء. ليت هندا أنجزتنا متاع ترارا، وشفت أنفسنا مما نجد. أين ذهبت يا جارية الشعب؟ وأنت؟ سأغني لنفسي. ليت هند أنجزتنا متاع ترارا، وشفت أنفسنا مما نجد ترارا. زعموها سألت جارتها، وتعرت ذات يوم تبترد ترارا ترارا. هند لا تتعرى يا هذه. وما شأني أنا؟ مسعد النفوس من عراها. النفوس، متى كان ذلك يا امرأة السوء؟ أمجنون أنت يا فتى؟ إنما هو شعر ترنم به في زفاف مولاة مزنة. مولاة مزنة؟ ولماذا يذكر هنا بما سوء؟ لم يتق الله في حرمة الموتى؟ أتعرف هندا التي قيل فيها هذا الشعر؟ أتعرفها حقا؟ لا أدري. هناك في بادية بني أسد خلفت هند في مستودع من الأرض. ربما كانت هي من يذكرها أهل الشعر والغناء. لا يخلو شعر
من اسم ليلى وسادة وهند، ولا أحد يذكر اسم راجية. أيسرك أن يذكرك أحدهم بشعر يفضحك يا هذا؟ الغزل ليس فضيحة بل شهرة. الحرة لا ترضى شهرة الذكر. قولك فصيح وكلامك غير مليح. أترين الصدق غير مليح يا مليحة الوجه؟ هل حقا أنا كما قلت؟ هل أن وجهي مليح صبيح؟ ما شاء الله وتبارك في خلقه. وبعد يا ذؤيب، انظر إلي وقل. أنا نظرتك عرضا ولا يجوز أن نعمل النظر. فعل مريب. ما بال هذا الإعرابي؟ ما أحسن حصاد صبرك وغربتك يا عبد الملك. قد والله جنيت ثمار العقول وفاكهة القلوب يا ولدي، وعليك أن تتحف بها كل طالب وراغب. لقد عقدت عزمي على ذلك يا سيدي، وسأفعل بما نبهني إليه سفيان بن عيينة، وسأحذو حذو المفضل الضبي. افعل لا تتأخر، اجمع ما حويت في كتاب وكتابين، وانشر ما تكتب في الأمصار. اجتهد أن يصل كتابك حلقات الدرس حتى يدفع به كل متعلم حجة أصحاب الزندقة ومن يسفه أدب العرب. أتراهم أصبحوا عصبة لها خطر يا سيدي؟ نعم يا ولدي، لقد رأيت في المسجد بعضهم، ولم يمضي على رجوعك غير أسابيع. أما أنا فأراهم منذ حين، وهم ينشرون بحقدهم وعجمتهم، وهم يعيبون كل ما هو عربي، ويتطاول بعضهم فيمس دين الله الحنيف بسوء الظن. لا عليك يا أبا الوليد، نحن لها حتى وإن كانت حربا فسلاحها بأيدينا. هل أدعو الخدم ليجددوا الشموع ونعيد المجلس؟ مللت مجلس كل ليلة، أنا في أرق منذ ليلتين، أرهقتني تكاليف الإمارة وسماع أصحاب الوظائف والرسل والبريد. أريد سماع شيء آخر غير هذا وغير الغناء. أسامرك لو شئت. لا يأتيني سمرك بجديد، امضي والتمس لنا قاصا أو زاهدا لديه أخبار لم نسمعها. الآن يا مولاي. سأفعل الآن يا مولاي. تريدني أن أكون وصفة تشفي داء الأرق عند أمير البصرة يا أبا معاذ؟ يحتاج أصحاب الملك على المسامرة، ولا عيب في مجالستك الأمير، إنه شرف يسعى إليه غيرك يا ابن قريب. أتريدني أن أعود إلى الأمير لأخبره أنك لا ترغب؟ أسكت يا حسود، يا نصف شعر، أنك تريد أن لا يختص عبد الملك بمسامرة الأمير، وستسبب إليه ما يثير غضب الأمير عليه. لا داعي للعبة الوعيد والتهديد هذه. سأفعل
أمضي معكم.